ومن جنين نرحب بضيفنا سيد نزار نزال، الباحث في قضايا الصراع والمختص بالشأن الإسرائيلي. صباح الخير سيد نزار. بداية نبدأ من الحديث عن هذا التصعيد من قبل الاحتلال أو الحرب غير المعلنة التي يقوم بها منذ بداية هذا العدوان في مناطق الضفة الغربية، آخرها هذا الاغتيال. كيف من شأنه أن يؤثر على المسارات اليوم بشكل عام، سواء مسار ما يحدث في قطاع غزة أو حتى مسار التفاوض؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. التكتيكات العسكرية الإسرائيلية الجديدة التي بدأنا نلاحظها في الضفة الغربية تعطي إشارة على أن الإسرائيليين ذاهبين إلى مزيد من التصعيد وتوفير للجهد. يعني في السابق كنا نلاحظ أن الإسرائيليين يقومون بعمليات اجتياح من خلال يعني آليات، ولكن بعد 7 أكتوبر الأمور تغيرت بشكل كبير في الضفة الغربية، وأدخل سلاح الجو الإسرائيلي إلى هذه الميمعة أو إلى هذه المعركة في الضفة الغربية. أعتقد الإسرائيليين فقدوا الكثير من الردع الذين كانوا يتمتعون به في السابق، ولكن اليوم الإسرائيليين يحاولوا أن يبحثوا عن نصر، يحاولوا أن يرمموا صورة الردع التي خدشت وفقدت في 7 أكتوبر، وبالتالي ما حصل في 7 أكتوبر شكل انعكاس على ما يجري اليوم في الضفة الغربية. عدد شهداء كبير واجتياحات كثيرة واستخدام سلاح الجو سواء من خلال الدرونز أو من خلال المقاتلات الحربية التي يعني تلقي بحممها على تجمعات سكانية. نحن لاحظنا كيفية استهداف هذه السيارة مساء أمس في مدينة جنين، وأنا من الناس الذين غادروا المكان قبل أقل من ساعة، وكان هذا الشارع يعج يعني بالمواطنين وبالحركة التجارية الكبيرة. الإسرائيليين لم يعد يعنيهم الكثير من تفاصيل ما من تفاصيل إجراء حدث كهذا. يعني على سبيل المثال عندما تقوم طائرة بقصف شارع مليء بالمواطنين وبالمارة وبالمحلات التجارية يعني يؤثر كثيرا ويسقط العديد من الضحايا، هذا الموضوع لم يعد يعني الإسرائيليين، خاصة أن هناك أجواء إلى حد ما يعني شبه تفاؤل فيما يتعلق بالتوقيع على صفقة في قطاع غزة، الخروج من هذا المأزق. وبالتالي الإسرائيليين بتقديري الشخصي لا يعنيهم كثيرا ما يجري في المنطقة من تصعيدهم، يعنيهم اليوم إعادة صورة الردع، يعنيهم جز العشب في منطقة الضفة الغربية، يعنيهم الانتقام والثأر لما جرى في غور الأردن قبل عدة أيام. وبالتالي المنطقة كلها الإسرائيليين أدخلوها إلى حالة من الفوضى وحالة من الإرباك، وبالتالي الضفة الغربية اليوم تقع تحت هذه الضربات المؤلمة والموجعة والتي ما من شأنها أن تعقد الأمور أكثر وأكثر في ظل طبعا حالة الغليان التي تسود المنطقة. المفروض أن يكون هناك حالة من التهدئة لتمرير هذه الصفقة التي يتحدث الكثيرين عنها، وهناك كما قلنا يعني بعض التصريحات التي توحي بإمكانية بالضبط سيد نزار، وهذا لربما ما نريد أن نسلط عليه الضوء. يعني عند الحديث عن صفقة من المفترض أو من المنطقي أن تكون أساساً الأجواء في الخارج مهيئة، أو هناك نوايا يعني أو إشارات لنوايا بأن يتم تمرير هذه الصفقة، ولكن نرى نتنياهو يمضي في قصفه واغتيالاته واستهدافاته، كيف يمكن تفسير ذلك؟ بتقديري الإسرائيليين غير معنيين في الصفقة. يعني نتنياهو وتوليفته الحكومية هي تراوغ وتدور في حلقة مفرغة. المعني الأكثر يعني تأشيرا لموضوع الصفقة هم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لم أرى أنا يعني من المتفائلين سوى بايدن. يعني بايدن هو الذي يتحدث بالتفاؤل وهناك اختراق وهناك إنجاز، ولكن هناك الكثير من الأسئلة التي ممكن أن تطرح. لماذا الآن؟ يعني لماذا هذا الزخم الكبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهناك لماذا التوقيت في هذه الأيام؟ وما قضية الورقة التي تحدث عنها
يعني الأمريكان هناك رؤية لبايدن، وهناك موافقة إسرائيلية على رؤية بايدن والتي هي بالأصل إسرائيلية، وبالتالي يعني الإسرائيليين يعرفون تماما أن نتنياهو غير معني بالصفقة، ونتنياهو ذاهب إلى التصعيد، وما يعنيه يعنيه الشأن العام والشأن الخاص، وليس الشأن العام ولكن الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما لاحظت هناك زخم كبير، وهناك تهديدات من قبل بايدن لجميع الأطراف أنه يجب على الجميع أن يوافق على هذه الورقة لاعتبارات. الاعتبار الأول أعتقد هو له علاقة بالجو الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية، والاعتبار الآخر هناك مصلحة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة ضبط الإيقاع في منطقة الشرق الأوسط وعدم توسعة رقعة القتال. الأمريكان وتقارير لوكالة الاستخبارات الأمريكية توحي وتتحدث عن فرصة ليست هينة وليست بالبسيطة عن توسع رقعة القتال، والأمور ذاهبة إلى حرب إقليمية. هذا الموضوع يخدش مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وما سمعناه من كل المسؤولين الأمريكان يعني يتحدثوا عن ضرورة لضبط الأمور ولجم هذا الجنون وعدم توسع. وهل من الممكن أن تتمكن الولايات المتحدة كما تصف حضرتك بضبط الإيقاع في منطقة الشرق الأوسط قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل؟ بتقديري الشخصي الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تنجح في لجم الإسرائيليين وتضبط الأمور، ولكن الإسرائيليين حتى الآن على سبيل المثال يعني نتنياهو يضع شروط جديدة. أنا بتقديري الشخصي نتنياهو جزأ المجزأ، بمعنى هذه الرؤية التي تحدث عنها بايدن هي مكونة من ثلاثة مراحل. نتنياهو يتحدث عن المرحلة الأولى وتجزئة المرحلة الأولى، يعني لن يريد أن يوافق على المرحلة الأولى بكاملها، ويريد أن يجزئ المرحلة الأولى. وحديث الأمريكان إذا ما لاحظت معي يتحدث عن عدد الأسرى، أسماء الأسرى، إطلاق سراح الأسرى، كل القضية وكل الدمار، 140 ألف من الضحايا سواء إصابات أو شهداء، وتدمير 80% من قطاع غزة، وكل ذلك اختزل في موضوع الأسرى. طب أين كان الأمريكان على مدار 10 شهور؟ لماذا الآن؟ هناك تفاصيل كثيرة. بتقديري الشخصي ممكن أن يوافق نتنياهو على جزء من المرحلة الأولى، وليس لأنه الإسرائيليين لا أعتقد بالمطلق أن يوافقوا على الانسحاب من محور فيلادلفيا، ولا أعتقد أن ينسحبوا من محور نتسريم. نحن نتحدث عن محور نتسريم عمق 10 كيلومتر بطول 14 كيلومتر، وهناك قواعد عسكرية وأبراج وإلى آخره، وهناك رفض وتعنت إسرائيلي من الانسحاب من هذين يعني الجزئين. وبالتالي حماس والمقاومة الفلسطينية بتقديري الشخصي لن توافق على الإطلاق على توقيع على صفقة لها علاقة بتجريد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية من الأوراق الثقيلة التي بيدها وهي الأسرى. الأمريكان والإسرائيليين يريدوا أن يطلقوا سراح الأسرى، ولا يريد نتنياهو أن يدفع ثمن إلى حد ما باهظ. نتنياهو اليوم يفاوض برك حركة حماس والمقاومة الفلسطينية على وقائع تمت إيجادها بعد 7 أكتوبر ولم تكن موجودة. أنت تلاحظين معي لا حديث عن رفع الحصار، لا حديث عن رؤية سياسية لها علاقة بدولة أو لها علاقة بكيان فلسطيني. الحديث يدور عن انسحاب من محور فيلادلفيا، انسحاب من نتساريم، إطلاق أسرى. هذه وقائع وجدت بعد 7 أكتوبر، وبتقديري الشخصي ممكن نتنياهو مستغلا العطلة الشتوية الصيفية أو عطلة الكنيست التي بدأت منذ فترة وتنتهي في أكتوبر القادم، هذه الفترة تتعطل فيها أعمال الكنيست، وبالتالي هو يستغل هذا الظرف من أجل المحافظة على حكومته، كون الصهيونية الدينية لن تكون قادرة على إسقاط الحكومة فيما لو ذهب إلى اتفاق. أعتقد أن نتنياهو يمكن أن يرضي الأمريكان بالتوقيع على صفقة لها علاقة بجزء من المرحلة الأولى، ولكن الإشكالية الكبرى هل توافق حركة حماس على هذا الموضوع؟ والصهيونية الدينية لن تتمكن من إسقاط الحكومة، وممكن أن يكون في مفاوضات ما بين الصهيونية القومية وما بين الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش وابن كبير من أجل تمرير هذه الصفقة مقابل ثمن ما أخشى أن يدفع الثمن سكان الضفة الغربية، لأن هناك حديث
عن تطبيق خطة الحسم. ممكن أن يقدم نتنياهو لسموتريتش وابن كبير مجموعة عروضات لها علاقة بضم الأراضي في الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات جديدة وطرد السكان من المناطق سي والمناطق باء إلى المناطق ألف، وبالتالي ممكن أن يتحكم سكان الضفة الغربية وتمرير هذه الصفقة في المرحلة الأولى. أشكر.